جينجل برايم النجوم. نقعدوا في أجواء الأحد على قناة حنبال برايم النجوم ومع ضيوفنا وطبعا ضيوفنا القارين، وأبدأ مع اللهلوبة مها شتورو. مازلت كي كنت عند لوفتالمو قال لي عينيك 10 على 10 هذيك تقود فيا الوان. ثانياً والوان غير منها هي تقود فيا الوان. البلاتو نعرفو، انتي نعرفك، اللي لبس عليهم عليه برافو. ثانياً هنا فما حاجة ناقصة اللي هي الكاتو هاوشي تاع لو كو دي غوا. وينو؟ وينو المكرون تاع لو كو دي غوا؟ وينو الحلو تاع لو كو دي غوا؟ وينو؟ وينو فين مشي؟ هوني هوني وينو مريتوش؟ والله والله لو كان ما تجيني هاك الطفله الحلوه المصراره اللي هي الشيف فاطمه شعري وتجيب لي الكاتو من لو كو دي غوا، انا هذه ما عادش حط فيها سيف. برافو باشتورو، برافو. نستقبل ايضا رفيقي محمد العوني. محمد العوني اهلا وسهلا. محمد العوني مرحبا. محمد اهلا وسهلا بك، تحيه ليك. نحب نرحب بنجم في الكاميرا كاشيه غاب علينا تلفزيا، يظهر قل نادرا ما يظهر، نحبوه برشا، توحشناه. نجيب قيبان يا نجيب تحب. وطبعا نحب نرحب نجم الأغنية الشعبية في تونس من نجومنا المحبوبين، أحلى أغانيه طبعا مش تسمعوها، ناجي بن نجمة. ناجي بن نجمة أهلا وسهلا ناجي بن نجمة، مرحبا بك ناجي. وقبل ما نبدأ مع ضيوفي الكرام، مشاعر مع المايسترو نعمان الشعري وفرقته، ولكن قبل هذايا سبوت انتي ستار وراجعين مع نعمان الشعري. رجعنا انتي ستار. فيس اقعد اقعد. ربما نجوم في تونس. في كاستينج انتي ستار اتصل على الرقم 70 944 882 او على الرقم 24 503 822. خليني جنبك، خليني في حضن قلبك، خليني جنبك، خليني في حضن قلبك، خليني وسيبني أحلم، سيبني وسيبني.
اللي بيوجع انا لولا الهوى الذي كل الاصايب من حدا عينيك من دفا ايديك كتبت وقلت هودي الاصايب مش حكي روحي هو بكي اصاي هو لكي كي ما نعرف وين لحظة ما بنومين قاوريتك ما نعرف وين ولحظة ما بنومين في حومة باب الخضراء ولا في الحجامين صارت للقصة من اللي كانت قصة بيربط الحلفاوي مشاعر مع المايسترو نعمان الشعري. برافو، يعطيك الصحة. ونحب نرحب بنجيب جيبان. وينك يا نجيب؟ وينك؟ مش نحكيهم بعد، خليك تسلم على جمهورك الساعة. الجمهور اللي شاهد فيك نحبك بطريقة نجيب جيبان يسلم على جمهوره. سلم هو طورة نجيب، سلم. ومحلاها حتى نجيب أنا جايين عاد للإنتاج وللأمور الكل. خليني نرحب بضيفك الثاني طبعا ناجي بالنجمة. اهلا وسهلا. اهلا بك. اهلا ناجي. خليك تسلم على جمهورك الساعة في البداية وتوحشوك ايضا. ناجي راه بالبوس يلزمو يسلم. بالبوس مش باليدين. ايضا محمد العوني، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا، تحية لك. اروع جمهور ديمونش حمادة. ماهي شطور، واهلا وسهلا بيك.
مرحبا. يلا نمشي مباشرة وباش نبدأ في الحوار وفي الأجواء بتاعنا، ولكن نمشي قبل هذا خبر اللي هو شكل حدث الأسبوع الفارت، شوفوه مع بعضنا ومن بعد نرجع نمشي وميكرو أتاك، نمشي وجنجل ميكرو أتاك ونرجع باش نحكيه في الخبر. بالطبيعة منكم باش تعطيني رايو فهالخبر اللي هز شوية الناس، لأنه خرج خبر يقول اللي صاحب قناة تلفزية، صاحب قناة تلفزية، أنت كي تسمع صاحب قناة تلفزية تتفجع. صاحب قناة تلفزية اعتدى ربما على زوجته، والخبر هذا فاجئ الناس كل وخصوصا الصحفية منى البوعزيزي، ما قالتش شكون، ما حددتش. يعني نحن عندنا ما شاء الله برشا قنوات تلفزية ولكن ما حدد. نشوفوا الخبر مع بعضنا، هذا هو الخبر، صاحب قناة تلفزية يعتدي على زوجته وزوجته باش تشكي بيه، وطبعا بعد يخرج الخبر أنه صاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري. نحب انتوما الأربعة مها ومحمد، كيفاش تلقيتوا الخبر؟ هل صدقتوه أم قلتوا إشاعة أم تصدمتوا؟ نبدأ مع مها. أنا الحقيقة حتى ما عادش نصدق حتى شيء ساعة من الأول. من الأول ولينا بالحق مها كي نراو خبر ما نصدقوش من الأول. اون بلوس بون صاحب قناه تلفزيه، صاحب معمل سيمان، صاحب برويطه القطانية، صاحب ما عندوش الحق باش يضرب. فهمت؟ اي راجل في الدنيا هذه طبعا ما عندوش الحق، ما عندوش الحق يهز يده على امراه، لا للعنف اي خاصه ضد النساء. واضح. فهمت؟ معناه انا ما يهمنيش تو كي تحط صاحب قناه تلفزيه يباع. تقول انت للاثاره تعملت مش كذب نوش اروان. أي. فهمت؟ الممنوع العنف خط احمر وخاصه ضد النساء. يعني انت صدقت الخبر؟ ما صدقت؟ ما يهمنيش انا، ما صدقتش. انا اللي يهمني لو كان الخبر صحيح هو يلزمه يتعاقب، ولو كان الخبر خاطئ اللي خرج الخبر يلزمه يتعاقب. بالنسبة لي ويزم يتحمل مسؤولية الخبر إذا الخبر صحيح أم خاطئ. زاد لأنه توم بعد نشوفوا التطورات اللي حصلت في الموضوع هذايا. لأنه الزوجة، زوجة سامي الفهري، خرجت وتكلمت وقالت الخبر مش صحيح. على كل تو نرجع شوية محمد. أنا والله قريت الخبر في جريدة كتوانسة الكل في اللايون، ف ما نعرف اصحاب القنوات بسيفتي فنان ومبدع، ونعرف القناه هذيك شكون يملكها والقناه هذيك شكون يملكها. خلت لنا الانتروغاسيون، وهذه معروفه في الصحف، وانت سيد العارفين على مستوى الصحافه تبارك الله، عاد عميد الصحفيين تعرف اكل العناوين اللي يبيعوا الجريده. ثم من نوع العناوين اللي يبيعوا الجريده، قلت بالك شيء كيما توا البوز متواجده في عده منوعات تلفزيه وعده برامج. قلت زاد الجرايد مشيت في البوز. مشيت في البوز باش تبيع الجرايد. لكن مسكينة الصحفيه منى البوعزيزي يعني دائما تنبش الاخبار اللي تكون الصحيحه، مش معناتها كل اللي قالته صحيح، مش معناتها في الحاله هذه صحيح، لكن عندها شبه مصداقيه او مصداقيه البنيه اللي اما هي راهي ما قالتش سامي الفهد. الناس أولت ومشيت لسامي الفهري المنشط وصاحب القناة. يعني أنت ما صدقتوش؟ ما صدقتوش. ومنى البوعزيزي مع كل احتراماتنا لها ونوجه لها تحية، معروفة بالأشياء هذه، أقوى امرأة في دار الشروق دار الأنوار اللي تعمل بوز، وعملت حتى حاجات فهموا عليهم وحاجات ما صدقتش فهم، وزلزلت الدنيا. عندها جرأة رهيبة في أنها تعمل أشياء وتعمل عناوين قوية للأمانة. منى معناتها معروفة بالشيء هذا، عملت أشياء أقوى حتى من الشيء هذا، نطلبوا لها الهداية من عند ربي وتلطف شوية زادة في أمورها، خاطر راهو ما يجيش نبيعوا الجريدة على حساب أعراض الناس. قول أنت على أعراض الناس وخصوصا عائلة كاملة. راهو خبر كيما هكا، أنا تعدى علي الشيء، راهو خبر كيما هذا يزلزل عائلة كاملة. أنا منى البوعزيزي ويزلزل تلفزة كاملة ويزلزل من البوعزيزي كتبت على شخصي انا ربي يهداه زاد محمد العوني محكوم بالسجن. اي هو ما فماش حديث من حين دار البيت. وبعد ما فماش منها الحديث ولا ما سمعتش ما دخلتش للسجن. ما فماش حديث من غير دار البيت، من غير انا عملوا لي ولا قالوا لي ولا. تفضل خذ دار البيت. اي نعرف خلنا نعطيك دار البيت. انا وسنان البازري صار سوء تفاهم بيناتنا، نرفزنا على بعضنا
والحكايه ترجع الاشاعه نتاع الموت وقت عملوا لي اشاعه وفاتي انا قبل ما غلطوا الجبال نحكوا عليه. ان شاء الله طول عمر لا يحرمنا منك. سنه ممتازه جدا اسقطت الدعوه في شخصي وتصالحنا وقعدت الاخرى تحب تبيع الجريده فقط لا غير. هل جاي الاشاعه الموت زاد اللي اكتوى بنارها اللي اكتوى بنارها نجيب كبانامه كلمه بار يا اخي الصحافه قبل هي اللي تعمل البوز قبل القنوات التلفزيونيه هذه طول يا اخي نسيتوا كل العناوين نتاع قتل بنت الجاره من اجل السيجاره. نجيب اهلا وسهلا بك. انت بيدك اكتويت من الاشاعات اكيد واشاعه الموت بتاعك الاخرانيه زلزلت عائله كامل. ثاني مره راهو ثاني مره يقولوا نجيب ماهر الاشاعه هذه تو المدري نتاع تروا جور مش هذا برشا لو موند اونتي ما نحكيلكش دو بارتو. انت انا حضرت في الفرق شنو اللي تقول لي كليت الكوسكسي والطاش يا ولدي حي الراجل جاري قال لهم مرتي هبط راجلك نشوفه مانيش مصدق انا. باهي نرجع لك الإشاعة الموت بتاعك انت باش نحكيو فيها بالتفصيل ولكن اللي تقال على اللي خرج على سبيل الفهري تكون إشاعة تكون واحدة فبرك إشاعة فبركها إشاعة باش يعمل بوز بابليس كو سا يصيفوا الإنسان قتل والموت هذه راهم يربح كانت 10 ساعة مولاها مش يربح على الخير خاطر العباد كما عائلات تتحتم واحد عنده تجي سكتة قلبية تجي نجي بالنجمة كي سمعت الخبر من الاول وقريته والله معناها عادي الكلام قاعد يصير في كما نقولوا في تونس كامل على اي انسان فهمت وسامي ما نصورش يكون معناها غليظ مع مرته ان شاء الله ربي يهدي الناس وان شاء الله يبقى عليهم الستر. خلينا نشوفوا زوجته اللي سلمى الفهري تكلمت ووضحت كان صارت الحكايه راهي ما خرجتش ووضحت ولكن هذه الزوجة راهي واجهت وتكلمت وقالت مش صحيح. نسمعوا سلمى الفهري زوجة المنشط وصاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري. فما أخبار قاعد تدور خايب ياسر وغالط غالط برشا زادة ومش أخبار واحد أخبار قاعدين يدوروا غير ما فهمتش فيسبوك عليهم خليني والله تحسوا اون سورس نتاع مشاكل فيسبوك حاجه خايبه برشا 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 دونك سي جوست باش نقول اللي لانفورماسيون اللي قاعده تدور مش لازم نزيد نحكي فيها باش ما نعملش عرفت اسمع اللي ما سمعتش راهو غلط اللي سمع حاجه هكا خايبه وشوكان راهو غلط. إذا نحب نصحح أسماء زوجة سامي الفهري وأنا قلت سلمى لأنه شقيقة سامي الفهري اسمها سلمى. على كل يبدو لي أنه الأمر واضح دقيقة واضح وضوح الشمس وأنا راهو ما كنتش نعدي الشيء هذا ولكن أنا اكتويت منه في فترة ما وبرشا مشاهير اكتواو وبرشا نجوم اكتواو بالأشياء هذه قلت لابد أنه نوضحه طالما أنها هي تكلمت تكلمتش تلفزيا على صفحتها ولكن خذينا من صفحه نتاعها وعديناها في التلفزه. واضح انه ما دام الزوجه قالت ما فماش منها معناتها ما فماش. ما فماش ما نجموش الزوجه تخرج تقول ما فماش منها ونحن نقولوا فما منها. كيفاش؟ سي اوفيسيال على كل يستحيل. تحيه الى المنشط سامي الفهري صاحب القناه ونقول يا سامي هذه ما عند خوك عبد الرزاق وانا وياه اصحاب ونعرفوا بعض. نقول له مكان سامي الفهري امام الكاميرا وليس وراء الكاميرا. قولوا لي علاش؟ لانه من هب ودب اصبح ينشط والناس اللي تخلقوا للاعلام ماذا بينا يكونوا هما موجودين في البرامج التلفزيونيه. بالله وحده هكا ولا فرصه سي عبد الرزاق هيا شنو كملنا دوسي سامي لفي نمشيو الكوجين على ذكر سامي الفهري انا اول واحد انا وبناتي زوز خرجنا نعيطوا فري سامي الفهري وقت اللي سامي الفهري موجود في السجن لاني نحبه ونحب الابداع نتاعو وهذاك علاش فهمتني راهو عكس الناس ما تتصور اللي عندي اشكاليه معاه هذايا راهو هذه راهو تحب تمشي للحوار لا اما انا ما نمشيش للحوار لا نكون فيها بصدق وما يعملهاش اكثر انسان سعيد في حياته مع بناته وانا نحترمه لاني عندي زوز بنات كيف هو سامي الفهري تحيه لسي سامي الفهري
ربي يخليك نمشي الكوجينة مان امشي الشيخ واش ناكلوا ما هي حاجه طارت هيك ما هي هاك انا ماذا بيا تو ماك حكيت سامي فهري وانا نحبه خاطر عنده زوز بنات علاش شكلي حتى انا عندي زوز بنات ربي فضلهم انت ما عادش تقول على روحك شيء من الاخر الحلقه يا نعم في ضربات بندير باش ندبر دوائر في المسلسل ايه ما عادش تقول ندبر في حدا مان يلا الشيف نبيل خل نشوف اش حضر لنا الشيف نبيل شيف اهلا وسهلا بيك مرحبا بيكم يا مرحبا بالشيف شم في الريحه ولا شوف الريحه شم الجو هاني جايك غادي يا شيف احكي لي شيف مرحبا بيك خويا عندنا برشا جو ديجا هاك تشوف انواع المرقاز الكل انواع الكل معناها حاجه جديده جديده على الاخر هذه يعني هذه تجربه جديده عملناها يعني باش نفهمكم بالضبط اللي هذه فيها فرويساك وفما اللي بالكبده فما اللي بالحم فما اللي بالدجاج فما بفرويد مير اليوم عملنا بريسك فوق 9 انواع من المرقاز معاه الكباب بعثني اقوى يا شيخ اخو 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 يا رزوق يا شيخ مرحبا بيك جمهور جمهور اخو اخو شو احوالك صباح لباس مرحبا يا شيخ اوه ما احلاها كوجينتك طايره خير من كوجينتنا الاخرى لا لا ديما نحب حذاك نحب نعمل شطحه نحب نعمل شطحه انت تعمل شطحه تجيب حذاك واخسر اليوم هو المنيو روز كردو بال هذا روز يعني معني كيما قلت لك بليكا شنو يعني راه في روحي اخضر غادي قولي اش فما هذاك جوست تاعي الروتور تاعي تبع لي يلا يلا بون هنا اليوم الاكله شو تكون نوعه مخلطه يعني الميديتراني بطبيعته عنده اكله نتاعو خاصه يعني اكله ايطاليه يعني نمشيو احنا اليوم الاكله الاسيويه إيطاليا شوية بولونيا شوية رومانيا شوية اليوم الفروماج الروماني الفروماج الروماني حتى الماركة هيك مش لازم أوريها شنية فهمتني جاء متاع رومانيا فهمتني مش لازم بيه اللي هو الروز باللحم الكباب اللحم هو ديجا مغلفة هو هذا من الفريجو هبطه من الفريجو تو مش نذوب عليه الفروماج مش نخدم بيه الروز عنا البنادق اليوم عنا البنادق هو اليوم البنادق فهمتني ولا وبرشا جو به إيجا شوف برشا المرقاز شوف المرقاز ولا أرزوقة هذا مرقز توا بالبندق بالفلوس خويا قالوا لي يخرج لك وليت اخضر مانيش فاهم ايش صار هذاك شيف اني معاك هاني بعيد عني انت في ذاك عملت خبزه جاتو ولا خبزه جاتو اي اي ماهيش تورو خاطر في ريجي اه ماهيش تورو تعمل في ريجي شنك عبرها لها مي سون سكر مثلا لي اه سون سكر ماهيش تورو وقهوه لي هي فهمتني قهوه لي هي بون شنو نعملوا اليوم عجب المرقاز؟ باهي خليك تحكي مع الجمهور ونرجع للبلاصه. أنا اليوم يلا خليك معاهم شيف نبيل أوكي. يلا اليوم كل شيء بالحومات انواع الحمل كل خدمنا به المرقاز اللي هما 8 انواع مرقاز بلاسك فما فرويد مير فما اللي بالفاكهه فما اللي بالكبده فما اللي باللحم فما الكباب والكفته باش نخدموا بها الروز نتاعنا اللي هو كما قلنا هذا الروز مال بالفروماج باهي تحية كبيرة لخونا أنيس اللي هو حضرنا الماكينات باش خدمنا به في تنيور كيلومتر 5 صفاقس مرة تحية كبيرة اللي هو هنا نمشيو ديريكتومون للبنادق باش نخدموا البنادق زاد اليوم هاي البنادق خدمت هذه بنادق تخدم كل الحم وبنينا برشا 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 معاها هي نحضروا ديجا في العجة بالمرقاز ديجا هايك باش نخدموها شوية آخر فهمتني واليوم باش ناكلوا ياكلة بنينة بنينة على الأخر مخلطة جوك أحلى جو بالهروس وبالجو تونسي وعلى إيطاليا على آسيوي وتحية للعالم الكل عندي أنا من حناة من قناة حنا بعل على المباشرة مع أخونا عبر رزاق الشابي شكرا لك نبيل أما لما دخلت الاستوديو بتاعك ما في باليش اللي هو فيرتويل طبعا السادة المشاهدين شافوا لي أنا وليت لابس بالأخضر أما أنا راني لابس بالأزرق هذاك استوديو فيرتويل يبدل له فيرتويل ظروف طبعا ظروف المباشر على قناة حنا بعد نمشي مباشرة كلام النات ونبدأ النسق التصاعدي الآن كلام النات جنجل كلام النهات ونحب نجيب النجمة يثبت شنو اللي باش يتعدى قدامك يلا نجي جاي شوفوا هوني نجي في عرس مشيت تغني طلعت العروسة ليكس نتاعك
لا مش كانت صاحبتي وكهو ليكس متاعك اي لا ليكس عندها اخي كل واحده صاحبتي تسمى ليكس راهو عندي عند الانسان العادي تتسمى اكس عند الفنانين المشاهير كيفك كذا تعرفش معناها ليكس معناها انسان علاقه تولت صحيح علاقه عندك معها مده صارت يعني لقيت صديقه قديمه هي لاروس لقيت صديقات مش كان صديقه برك بكيت في العرس بكيت علاش بكيت تندبتوا ماشي احكي لي العرس هذايا اللي مشيت له وتلقى صاحبتك غادي مش ليه معناها كانت كنت نعرفها فهمت كانت عندنا حكايه مع بعضنا ونلقاها عروسه وكاها وربيها لنا ربيها لنا علاقه ليجي بالنشمه مع النساء شنيا مع النساء شنيا مع النساء كل مره راك مع حد شنيا شموس ما الحكايه ريت تو ما هي عجبك الحكايه ليش بالحق اكثر واحد يحب نساها نحب نساها ليه ويحبوني نساء ونحبهم ونحترمهم ونقدرهم اي نعرف ونقدر المراه نيجي كل ما تعرضني ديما الوجوه تتغير شو السبب بالكش يخدموا معايا بالكش بنات عمي بنات خالي شنو المشكل علاش حطيت الحاجه الخايبه نجي حكينا على علاقتك بنساء نجي لم يتزوج الى اليوم نجي بالنجمه مكتوب يعني لليوم ما عرستش لا كنت باش نعرس ومن بعد ما سهلش ربي وكهو معناها هذا مكتوب فهمت وانا مرتاح بميمتي شيخ عليها بالدنيا عندي يعني. تحيه اعطيني اسمه قل لي استنى عاد انا امه اسمه حباره محليه اسم والله محليه يعني ناش انت الى الان ما عندكش شكون في حياتك مش يعني ما خطبتش توا ماكش تخمم في الزواج فما ان شاء الله شكون في حياتي وكاو نجم نسال على عمرك قداش نجم اي عادي 48 سنه 48 سنه نفوت مهبعه نجيب جبال وقت نعرف وعنده ثلاثه اولاد ها يعني ما تراش اللي التاخر في الزواج بتاعك نجي باش يخليك متردد أنه وليت خايف قالوا لي ناجي ولا خايف من العرس والله ليه أخزر أمي كبرت وأنا معناها كما نقولوا ليه بأمي وكل حاجة تجي في وقتها أمي أبجل من الناس الكل بالنسبة لي أنا فهمت برافو كل حاجة بلاصتها ناجي نحكيه على الفن الشعبي اليوم اللي أنت أحد نجومه الحقيقة مع ثلة من النجوم برشا ناس يقولوا طلع الراب مات المزو صحيح ولا لا عمره ما يموت الفن الشعبي معناها ابسط حاجه انت في عروساتنا في اي حاجه حاجه منا فهمت ماهيش باش تتنحى تبقينا كيما نقولوا كيفاش تحكي لي على الراب الراب خذا خطوات على الفن الشعبي خاطر الفن الشعبي كان مربوط بشركات والراب كي خرج ما تربطش بشركات ربط على اليوتيوب على الحاجات هذيا كي تبدلت وسكرت الشركات يلقى معناها الحظ نتاعو خير من الفن الشعبي هو الراب محليه معناها فما عنده معناها ناس تحبه لكن الفن الشعبي تتبدل ما تبدلش ديما هذاك الاصل فهمت معناتها ما تاثرش في السنوات الاخرانيه انا راه في تراجع عديد الاسماء الحقيقه هو تاثر على مستوى الفن الشعبي باهي اسمع تو كي نجيو نحكيو قبل كانت شركات الشركات هي اللي تخدمك فهمت كيفاش باش تعمل لك كيما نقولوا سي دي تحضر لك تعرف شنو تو مثال باش تمشي لسينو عمان اقل شيء يلزمك 6 7 ملايين باش تسجل غناي حتى قبل كنت تسجل نفس الشيء اما اليوم ليش عندكم انترنت عندكم فيسبوك لا لا اسمعني لكن باش تصرف انت تو كان باش تعمل البوم اقل شيء معناها البوم فيه 8 اغاني باش بالكليبات بالواحد نجم تكلف لك 100 مليون فهمت؟ ما هي عندها سؤال لك انت ومحمد العوني عنده سؤال وهما حاشمين مني ونجيب جبال محضر لك سؤال ولكن باش نسمعوا ثلاثه اسئلته باش تجاوب عليها لكن قبل ذا باش نغنيه ناجي بالنجمه ونشيخه على شويه